السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من قناتكم خبراء اللغه الانجليزيه. ان شاء الله النهارده هنشرح مع بعض كيفيه كتابه ايميل جيد في اللغه الانجليزيه. هنعرف خطوات كتابه الايميل الجيد مع بعض، ازاي نكتب الايميل، ايه هي نصائح كتابه الايميل، تسطيرة الايميل ازاي. تمام، قبل ما ابدا بدعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا ومشاهده الحلقات اللي فاتت وانتظار الحلقات القادمه. ان شاء الله كل اسبوع بننزل حلقه او حلقتين. ان شاء الله هنبدا مع بعض كده كيفيه كتابه ايميل. الطريقه دي مناسبه لكل الناس في جميع الاعمار، سواء ابتدائي او اعدادي او ثانوي. خلاص، طالما ان انت في مرحله دراسيه وعندك اكتب ايميل يبقى هتلاقي الطريقه دي مفيده جدا. والطريقه دي مش هتنفع للناس اللي بتتطرق لكتابه ايميلات العمل والايميلات الاداريه والحاجات دي، لان طبعا الطريقه بتختلف خالص وفي حاجات كتير بتضاف. تمام، هنبدا. شكل الايميل زي ما احنا شايفين هو عباره عن ثلاث مستطيلات طويله ومستطيل كبير. خلاص كده، في الثلاث مستطيلات دول بنكتب حاجات معينه، وفي المستطيل الكبير ده بنكتب الموضوع او نص الايميل اللي انا عايز اكتبه. خلاص كده، نبدا براس السؤال. بيقول رايت ا شورت ايميل، اكتب ايميل قصير. يبقى اول حاجه كده فهمناها ان الايميل بتاعنا ما يطولش عن 7 8 سطور 10 سطور بكتير قوي. تو يور فريند هاني، الى صديقك هاني. طيب الايميل انا هكتبه لصديقي هاني، يبقى انا لما اتكلم هتكلم مع هاني. خلاص، هاجي مثلا في اول الايميل هنا اقول له هاي هاني، ممكن اكتب هاي ممكن اكتب دير هاني. خلاص، يفضل لو بتكلم صديقك هتقول له هاي هاني، اما لو بتكلم حد اكبر منك او من الاقارب او من العائله او مدرسك هتقول له دير، لان دير تعتبر فيها احترام اكتر ورسميه اكتر من هاي. خلاص، طيب to your friend هاني about your visit to هرجادة، عن زيارتك إلى الغردقة. هتنزل هنا بقى على كلمة subject اللي هي الموضوع وهتقول له زيارتي إلى الغردقة. الله يخليك وخلي بالكم دايما your كذا your visit زيارتك، ما تنزلهاش your visit، نزلها زيارتي my visit، عشان أنا بتكلم في الإيميل ده على لساني. خلاص كده تمام، فتخلي your تخليها ماي، قال لك زيارتك للاهرامات يبقى ماي فيزيت تو ذا بيراميدز. تمام، رحلتك الاخيره مش عارف فين يبقى ماي تريب او ماي جيرني الى كذا كذا كذا. لازم اغير الضمير. يور نيم از احمد، اسمك احمد، هقول له والله شكرا. اند يور ايميل از احمد ات ياهو دوت كوم، هاجي على خالد فروم يعني من، خلاص اللي هو الراسل، واكتب الايميل اللي هو اداهوني، وكده انا اعتمدت الاسماء خلاص اللي هكتبها. طبعا بالطبع بمضي في الاخر باسمي اللي هو احمد، وفي كلمه فروم اللي هو الراسل بكتب الايميل بتاعي اللي هو مديهوني، وفي كلمه تو بكلم مين؟ هاني، بكتب الايميل بتاعه، وفي البدايه في القاء التحيه بقول له هاي هاني. يبقى احنا عرفنا كده شكل الايميل الايه؟ العام، خلاص، وطريقه كتابته. خلاص كده، تعالوا بقى نبدا بكتابة الايميل. بيقول ابدأ الايميل بالتحية. ببدأ الايميل بتاعي بقول هاي هاني، وقلنا طبعا ممكن يتكتب دير هاني ومفيش فرق خلاص، الا عند وجود الرسميات اكتر، او انا عايز اخلي الموضوع رسمي اكتر فاقول دير هاني. تمام كده، بكتب طبعا هاي بهاي او دير اقولها كابيتال، وبعمل كومة، وبعد كده بعمل مسافة، وبكتب اسم المرسل اليه اللي هو في الحاله دي هاني بحرف كابيتال. تمام كده، خلصت. هنزل بقى تحت على مقدمه الايميل، واول افتتاحيه ان انا بقول له I am happy to write to you، ودي حاجه ثابته ممكن تكتبها في كل ايميل. انا سعيد ان انا بكتب لك How are you، كيف حالك. خلصت I am happy، طبعا ابدا ايميلي بحرف كابيتال، خلصت حطيت نقطة، أبدأ بهاو ار يو الاتش كابيتال، وبعد كده علامة استفهام. تمام كده، يبقى أقدر أحط I am very happy to write to you how are you، أنا سعيد إن أنا بكتب لك كيف حالك في كل إيميل كمقدمة، ويعتبر برضك أنت كتبت كده يعتبر جملتين خلاص في النص، ودي حاجة
بتملى الايميل طبعا، واكيد التحيه موجوده وثابته في كل ايميل. بعد كده شوف بقى، هو بيقول لك زيارتك الى الغردقه، يبقى انت كده قدامك ان انت تعمل الزمن ماضي او تعمل الزمن مستقبل، خلاص كده. اما لو قال لك يور لاست فيزيت، يعني لو جينا هنا وزود لي كلمه لاست فيزيت، شايفين؟ فكلمه لاست فيزيت يعني زيارتك الاخيره، تمام؟ يبقى انت هنا مضطر ان انت لازم تعمل الايميل بتاعك فين؟ في زمن الماضي البسيط، تمام؟ هنا هو سابها لي مفتوحه، خلاص؟ طيب افرض ان هو قال لك يور نيكست فيزيت، زيارتك القادمه، يبقى انت هتحط الايميل بتاعك فين؟ ها؟ في الزمن المستقبل، برافو عليك. اما هنا قال لي يور فيزيت وخلاص، يقول يتكلم عن زياره سابقه، يتكلم عن زياره قادمه، تمام؟ انا اخترت الماضي البسيط بما انه سهل ومتعارف واحنا ماشيين بيه على طول. قلت لاست سمر اي ونت تو هرجانة، هرجانة ده اسم المدينه، المدينه والدوله بتبدا بحرف كابيتال، ويز ماي فاميلي مع عائلتي. لاست سمر الصيف الماضي ذهبت الى الغردقه مع عائلتي، وانت طبعا الماضي من جو زي ما انتم عارفين. وطبعا خلصت حطيت نقطه، وبعد كده بدات تمام بحرف كابيتال. وي ونت ويند سيرفينج، ذهبنا لرياضه ركوب الامواج. اند سكوبا دايفنج، وغطسنا باستخدام المعدات، تمام؟ حلو جدا، دول نشاطين عملناهم في الغردقه. طب ايه تاني؟ وي سو، طبعا خلي بالك هنا الماضي من سي يبقى سو، ا لوت اوف، كثيرا من بيوتيفول كورال ريفز، الاعشاب المرجانيه الجميله. كلمه كورال ريفز اعشاب مرجانيه او شعب مرجانيه. وي ستايد، واقمنا، لاحظ برضو نقطه واول السطر عشان الحاجات دي كلها بنتحاسب عليها، كل ده بنتحاسب عليه، علامات التوقيم، شكل الايميل، تركيب الجمل وتكوينها، تمام؟ انت بتحط الجمل في الزمن المناسب ولا لا؟ انت بتصرف الافعال كويس ولا لا؟ انت عارف يعني ايه مفرد ويعني ايه جمع، وما بتحطش جمع مع مثلا از، المفروض الجمع بياخد مع ار والمفرد بياخد از، كل الكلام ده دقيق جدا وبتتحاسب عليه، تمام؟ وي ستايد، اقمنا، هنحط في ستاي اي دي عشان يبقى ماضي، ان ا نايس هوتيل، في فندق لطيف، ويز ا سويمنج بول، وبه حمام سباحه، خلاص كده تمام؟ كويس جدا كده، انا اعتبر كتبت ثلاث جمل في صلب الموضوع، خلاص؟ فبعدين برجع اساله هاو ووز يور سمر هوليداي، كيف كانت اجازتك الصيفيه الماضيه، تمام؟ وبعدين بنهي الايميل بجمله برضو دماجه كده بتتكتب، خلاص؟ اللي هي جود باي فور ناو، يعني للقاء الان، سي يو سون، اراك قريبا. طب ممكن بدل ما اكتب سي يو سون اكتب رايت تو مي سون، اكتب لي سريعا، لو انا هشوفه اقول له اراك قريبا سي يو سون، لو انا عايز يرد عليا ويكتب لي ايميل او رد تمام اقول له رايت تو مي سون. وفي الاخر بكتب يورز اللي هي المخلص لك، تمام؟ طبعا الواي كابيتال، بعد يورز بحط كومه، وبكتب امضي بالاسم بتاعي اللي هو قايل لي ان هيبقى اسمك كذا، هو قال لي انت اسمك احمد طبعا، فهمضي باسمي اللي هو احمد، خلاص حرف كابيتال طبعا، وبكده يبقى ده شكل الايميل، خلاص؟ يبقى الافكار والنصايح اللي احنا بنقولها، ابدا الايميل بالتحيه، ادخل في صلب الموضوع، ما بقاش الايميل بيكلمك عن مثلا حاجه زي الغردقه وتتكلم عن زياره الاهرامات، طب ايه اللي دخل الاهرامات؟ ما ينفعش. رتب افكارك جيدا، دايما بنصح الطلبه ان هو يعمل الموضوع بره الاول، في ورقه خارجيه، في درافت مسوده في اخر ورقه الامتحان، تمام؟ يرتب افكاره ويشوف هيقول ايه، يحط الجمل صح، ويحط الزمن المناسب الذي يتوافق مع راس السؤال، لو السؤال راس السؤال بيقول لك اتكلم في الماضي، اتكلم في الماضي، اتكلم في المستقبل، اتكلم في المستقبل، طب سيبها لك مفتوحه يبقى ليك الحريه. ركز في تركيب الجمل والمفرد والجمع وزمن الفعل وعلامات الترقيم، طبعا قلنا الكلام ده، بتركب الجمله ازاي؟ في مفرد يبقى ياخد از، جمع بياخد ار، وهكذا، ولو في الماضي يبقى ووز، مفرد وير جمع، وزمن الفعل وعلامات الترقيم اللي هي الفاصله والنقطه والحرف الكابيتال، لان كل ده يا جماعه بنتحاسب عليه. انهي الايميل بالتحيه، ويمكنك وضع اسمك في نهايه الايميل. ليه قلنا يمكنك وضع اسمك في نهايه الايميل؟ كده كده البريد الالكتروني بيبقى جاي من باسمك
وظاهر جدا عنده ان الراس الاحمد اتياهو دوت كوم خلاص، وعارف ايميلك ومسجله اللي هو صديقك. فكده كده حته الامضاء بالايميل دي يعني مش مطلوبه قوي ومش بنحاسب عليها خالص. تمام تمام ف حتى يعني لو عايز تتاكد ادخل ابعت ايميل لحد كده منك واكتب له اي كلام خلاص، هتبص تلاقي ان الايميل حتى اللي بيصل من الشركات مبقاش فيه امضاء تحت، لان طبعا لوج الشركه موجود والايميل بتاع الشركه موجود وكل ده بيبقى في مقدمه الايه الايميل. تمام ده كان طريقه كتابه الايميل بشكل جيد خلاص. ما تنسوش تعمل لنا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب على صفحتنا خبراء اللغه الانجليزيه، وتتابعوا مدونتنا كمان هسيب لكم اللينك بتاعها تحت خبراء اللغه الانجليزيه، وتعملوا اشتراك في قناه اليوتيوب بتاعتنا علشان تتابعوا مزيد من الفيديوهات القادمه ان شاء الله. في عندنا فيديوهات كتير متنوعه على القناه، زي ما كتبنا كده عملنا كتابه الايميل، برضو كتبنا قبل كده كيفيه كتابه خطاب جيد في اللغه الانجليزيه، وكتبنا قبل كده كيفيه كتابه باراجراف جيد في اللغه الانجليزيه، وهتلاقوا في مناهج الاعدادي المرحله الاعداديه والمرحله الابتدائيه والمرحله الثانويه، وهتلاقوا كمان دروس للغه الانجليزيه عامه، طرق النطق وبعض القواعد والكلمات تصريفات الافعال خلاص. فبدعوكم لتصفح القناه ومشاهده الفيديوهات، وسيبوا لي رايكم وتعليقاتكم اسفل الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه من خبراء اللغه الانجليزيه، والسلام عليكم.